العلم في الصغر كالنقش على الحجر، لا بد أنك سمعت بهذه العبارة كثيرا في حياتك. تثبت الدراسات المتخصصة بأنه كلما كانت العناية في تأسيس التعلم أكثر، كانت ثمرة المستقبل أكثر. لذا كان من الضروري تعلم أبنائكم بأيدي أمينة تخلص للعلم والتعليم وتتفانى في عطائه. رياض ومدارس أكاديمية تبني علمنا النموذجية، الظل عين على الإبداع، برامج ودورات متخصصة في فن أساليب التعليم، إبراز تميز الطلاب في الأنشطة والمنافسات الطلابية، مجمع متكامل بمرافقة شاملة وإمكانيات عالية وتقنيات حديثة، مختبر الحاسوب، مختبر العلوم والرياضيات، قاعات تدريبية، ساحات واسعة ومقاصف صحية، تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف والقاعدة النورانية، رحلات علمية، مناهج إثرائية، القائد في داخل، خدمات مساندة، مياه صحية، رعاية طبية. رياض ومدارس أكاديمية تبني علما النموذجية، عين على الإبداع.